بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الرابعة في قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا. معكم الأستاذ الدكتورة نضال عيسى من قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا الجامعة المستنصرية كلية الآداب. أعزائي الطلبة، لازلنا في سلسلة من المحاضرات المتخصصة في مادة علم الاجتماع الديني. اليوم سنناقش أو سنتناول بشكل مكثف وعلى عجالة وسرعة أهم أفكار وطروحات عالم الاجتماع في التخصص سوسيولوجيا الدين، ألا وهو أمير دورتهايم. لعل ما قمنا به من تعريفات سابقة في المحاضرات السابقة ألقت الضوء على تعريف دورتهايم عندما قام بتصنيف الأشياء إلى شيء مقدس ودنيوي وديني وشيء مدنس أو دنيوي. هذا الأمر أعطى بوضوح الحدود الفاصلة، وضع الحدود الفاصلة بين كل ما هو ديني وغير ديني أو لا ديني. وبذلك يعتبر كثير من علماء الاجتماع أن تفسير أو توضيح أو تعريف دوركهايم للمقدس عن المدنس هو بحد ذاته تعريفا واضحا يضع حدود فاصلة بين كل ما هو ديني ولا ديني. تتركز طروحات دوركهايم في عدة محاور متناثرة سنحاول إلقاء الضوء عليها بعجالة. لعل أهم طروحات أمير دوركهايم في مجال تخصص علم الاجتماع الديني هو نظريته الطوطمية التي جاءت في كتابه الشهير الأشكال الأولية للحياة الدينية، إذ اعتبر دوركهايم بأن الطوطمية كانت هي الشكل الأول للحياة الدينية التي عرفتها المجتمعات القديمة. ويبني دوركهايم تصوره هذا على عدة أسباب، أي أنه يرى بأن الطوطمية كانت هي الأقدم لعدة أسباب. السبب الأول هو إغال أصحابها في الوحشية، أي إغال أتباع الديانة الطوطمية في الوحشية. ثانياً، إنها أقدم ديانة لأنها لا تموت بصلة إلى أي ديانة أقدم منها. وثالثاً، أقدم ديانة لأنها أو لأن العشيرة كنظام اجتماعي هي أقدم نظام وجد حتى اليوم، والطوطمية تستند وترتكز على أساس هذا البناء الاجتماعي ألا وهو العشيرة. الطوطم مثل ما يعرفه دوركهايم هي أو هو كائنات تحترمها بعض القبائل المتوحشة، ويعتقد كل فرد من أفراد القبيلة بعلاقة نسب بينه وبين الطوطم، سواء كان حيوان أو نبات أو جماد أو غير ذلك، وهو يحمي صاحبه وكذلك يكن له بالوقت نفسه الكثير من الاحترام ويقدسه ويعبده. بالحقيقة يا أعزائي الطلبة، هنالك أيضا أفكار عدة غير سلط عليها دوركهايم الضوء، ليس في مجال المجتمع الديني، ليس في مجال الديانة الطوطمية فقط، وإنما في العلاقة بين الدين والعقل الجمعي، وكذلك الوظيفة التكاملية للدين فضلا عن دراستي عن الانتحار وتأثير الدين فيه، بالإضافة إلى كثير من يعني علاقة التضامن والتماسك الاجتماعي في الدين. الآن سنحاول إلقاء الضوء على أهم هذه الأفكار باختصار كبير. يرى دوركهايم بأن الجماعة الاجتماعية هي المسؤولة عن تكوين الدين والأخلاق والتعبير عن ذلك رمزياً، أي بمعنى آخر يعتبر دوركهايم أن بناء الجماعة متغير مستقل بينما الدين متغير تابع. يعني بعبارة أخرى، عندما تتغير الجماعة يتغير الدين. إنه بعبارة أخرى يرى بأن الجماعة أو المجتمع هي الصورة المنعكسة للدين ذاته، لذلك يرى أو ذهب إلى أن المجتمع يؤله نفسه. إذن مثل ما يرى دوركهايم أن الدين يدعم البناء الاجتماعي ويمنع الانحرافات، والدين مستمد من التضامن الاجتماعي ويعضده من ناحية أخرى،
ويرى دوركهايم كذلك أن نمو المجتمعات في الحجم وفي الاحتكاك المتبادل وفي تقديم العلم والتكنولوجيا يجعل الناس يميلون إلى الانتقال من عبادة الطوطم، أي الطوطم الخاص بالقبيلة أو أرواح الأسلاف أو الآلهة المدنية أو القبيلة، إلى مفهوم الإله الواحد الذي يحكم كل الخلق. هذه يعني نظرة دوركهايم على مسيرة أو تطور الفكر الديني عبر السياق الزمني. فضلا عن ذلك، فإن دوركهايم درس من ناحية أخرى هي التحلل من القيم الاجتماعية وعلاقتها بالانتحار، وعلاقة ذلك كله بالمنظومة الدينية أو التفكير الديني، إذ يرى أن هنالك علاقة كبيرة بين الانتحار والنسق الديني، إذ يرى ويعتقد دوركهايم بأن نسب الانتحار تكون أعلى لدى البروتستانت منه لدى الكاثوليك، ويكون كذلك لدى الكاثوليك أعلى من اليهود. يتساءل دوركهايم لماذا؟ ويجيب أيضا بأن السبب في ذلك يعود إلى الانتماء إلى الجماعة، المقولة الجماعة والمجتمع. المجتمع الذي ألهه دوركهايم هو مرتكز ومفتاح كل شيء لدى دوركهايم، إذ يرى بأن الانتماء إلى الجماعة التي تكون قادرة على فرض نسق من القيم والسلوكيات ذات طابع اجتماعي هي التي تكون مسؤولة عن دماج هذا الفرد أو انصهاره أو نبذه، وبالتالي حدوث الانتحار. الانتماء إلى الجماعة أو فئة اجتماعية أو دينية عادة ما يقوي الارتباط مع باقي الفئات الاجتماعية الأخرى، وبالتالي يكون وحدة أو تضامن اجتماعي وتعاون فيما بين أفراد الجماعة. ويرى دوركهايم بأن التحلل من هذه الجماعة أو من قيم الجماعة الذي يقود إلى الانتحار يحدث بسبب فشل المجتمع في توظيف مصادر رمزية أو بث أعراف قادرة على خلق لحمة الجماعة، أي بأن المجتمع فشل في إعطاء رموز روحية ذات قيمة اجتماعية وإنسانية ومعنوية التي تجمع الجميع في عقل جمعي أو في وحدة اجتماعية متماسكة. بالإضافة إلى ذلك أن الانتحار يحدث عندما لا يحس الأفراد أو يشعرون بوعي جمعي يسمو فوق مختلف أشكال الوعي الفردي، عندها يتولد التحلل، أي التحلل عن القيم، وعندما يتحلل الفرد عن القيم فإنه يتحلل عن المجتمع، وبالتالي يؤدي للانتحار. بغض النظر عن أنواع الانتحار المتنوعة التي صنفها إلى عدة أصناف، ولكن الذي يهمنا أنه اعتبر بأن الدين هو أحد الأسباب الرئيسية التي تكون سبباً في بناء منظومة القيم وتوحدها، وبالتالي تكون حاجزاً أو مانعاً كبيراً ضد الانتحار أو التحلل من القيم. وكذلك يرى دوركهايم بالوقت نفسه بأن الدين يوحي إلى الأفراد بحضور المجتمع، ويشتغل بمثابة نظام قهري يتم قبوله بشكل طوعي من قبل غالبية أفراد المجتمع، وهذا ما يقود إلى الوحدة الجمعية والتماثل الاجتماعي مثل ما يقول دوركهايم. من جانب آخر، يظهر الدين كعامل للتماسك الاجتماعي، يسهم الدين في بناء الوعي الجمعي وفي الحفاظ على وحدة الجماعة وعدم تحللها. هذه في عجالة مما قاله دوركهايم عن الدين. باختصار وفي الختام أود أن أقول بأن دوركهايم يرى بأن الدين رابطة تشد أزر الجماعة، لأنه يوحي بقوة الاعتقاد بوجود مجموعة من القيم المتعالية المقدسة، وهنا تكمن أهمية الطقوس التي لها دور كبير في بث اليقظة الدائمة للوعي الجمعي وشعور الأفراد بوحدة وتآزر اجتماعي كبير. إلى هذا الحد أعزائي الطلبة، أتوقف على أمل أن نلتقي في محاضرات أخرى لتسليط الضوء وتناول موضوعات أخرى وشخصيات أخرى في مجال علم الاجتماع الديني. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.